السلام عليكم. اليوم عرض علي كلام راي عندي هنا في الدار في مدينة بوسماعين ساحلية. إن شاء الله نكون وزن لهم مين يكون على حساب الوسم تاعهم، ومرحبا بهم. أنا وزن لهم هنا يا عندنا شربة فريك شربة غنية عن تعريف هي طنجرة الوعرة. ننطخي مع سفيان راح تكون شربة فريك اللي هي القرعة زرودية بطاطا. درنا اللحم غنمي. الشربة فريك لازم تكون باللحم غنمي هكذا. درنا فيها ليزي بيس، وبلا ما تخفى علينا انه طيبناها في القدرة تاع الفخار اللي تعطيها بنا وتزيدها الكو تاعها يكون بزاف شباب. هذه هي زدنا درنا معها بوراك ها وزناه بلا فارس تاعو، لا فارس تاع البولي بلا صوص، صوص ميزون، صوص دو فرماج. كيما عندنا هنايا عندنا لي مينيون برغر، هذوما لي مينيون برغر مخدومين. بون درنا لهم صوص ميزون، صوص دو فرماج، درنا لهم لي طوماط، البوراك وميني امبرغر والمغر اونطري. وضيافنا ما فهموا والو في اللغة. اليوم اول حصه معنا في عرض عليها الكلام. اليوم انا معروضين عند خونا سفيان، او بعث لنا ميساج باش نديزيني واش طيب. قال لك طيري على مع الديار بعد غيبه ولا لي مسار، حضرت منه الحلو والحار، تعجب ضيافي واللي ما جاني للباب. على حسب الميساج هذا ان شاء الله يكون داير لنا لي باشابين الطير وطيار وكاع بالك جبتي فار وباغي دير لنا كاش دي بلا تاع دجاج ولا هكذايا. مع لونطري درنا شلاضة، درنا اون فورم دو تارت. بون درنا بلي كوش، عندنا الماسيدوان لو ري سالاد دي ري، والماسيدوان تعود بقوه. راني نحلم باسبوع بلا ماسيدوان وجيج والطارت. كوش تاع الزيتون دي نوايتي، وعندنا كوش تاع البيض مغلي رابي. زدنا درنا له من الفوق، درنا له الكوده رابي، وشبحنا من فوق سلاطه وطوماطيش، درنا له زيتون ولا